شركة كمينة من أوائل الناس مع مجموعة تاني من المصنعين في اللي هي كونت فكرة المعرض. وإحنا كنا مشاركين من أول معرض كان حوالي 4 شركات، وبعد كده اشتركنا السنة اللي فاتت في معرض نيبيو اللي كان ضم أكثر من 30 عارض. السنة دي طبعا المعرض على مستوى أكبر، وإن شاء الله اللي جاي كمان أحسن وأحسن يعني. وكل مدى بنمشي حسب اتجاهات السوق، يعني السوق بيطلب مثلا موديلات خفيفة شوية عشان الأسعار العالية، بنحاول نلبي كل الاحتياجات. وعندنا كمان أذواق مختلفة بمناسبة التصدير، احنا بنلبي احتياجات السوق العربي. السوق المصري طبعا رقم واحد، بنلبي احتياجات السوق العربي والسوق الاوروبي كمان. حضرتك لو بصيت على المنتجات هنا هتلاقي منتجات الناس بتفتكرها ايطالي، تقولوا يا جماعه الشغل ده مستورد، فالشغل ده كله صناعه مصريه 100% انتاج شركه كيمينا. احنا شركه كيمينا تاني سنه ليها في معرض نيبيو. عندنا دلوقتي تطور كبير وملحوظ في الصناعه المصريه، حتى من اخر مره للمعرض اللي فات للمعرض دوت، في فرق كبير جدا في التكنولوجي واضحه ورده في الشغل كله. لو حضرتك تشوفي في الكولكشن بتاعنا في ال21 وال18 الفرق كبير جدا، الناس كلها كل اللي يدخل يقدر يشوف الشغل بتاعنا في جميع انحاء الجمهوريه، جميع التجار وجميع الزباين يقدروا ييجوا يشوفوا، بيشكروا دايما في الفينش بتاع الشركه. اكتر حاجه بيشهدوا بيها يعني الفينش بتاعنا بيتكلم عن الشركة نفسها. في المعرض اللي فات لنيبيو كان الشغل الهولو اللي هو الشغل المنفوخ الكبير، لأنه بيدي شكل كبير وفي نفس الوقت وزنه قليل. ده اللي احنا طورناه السنة دي واشتغلنا عليه وطلعنا منه مجموعة موديلات كتيرة جداً، لأن هي بتتميز بشكلها الكبير ووزنها الخفيف. مشاركة كيمينا المرة دي السنة اللي فاتت، احنا طبعا كنا داخلين، احنا المؤسسين يعتبر، من اول 4 شركات كانوا في المعرض لحد النهارده زي ما حضرتكم شايفين اكتر من 20 شركه في المعرض. ففي طفره حصلت، في طفره بالنسبه للديزاينز اللي اتعملت، في تكنولوجي دخلت، في حاجات كتيره اتغيرت بالنسبه للمعرض، سواء مكان او سواء صناع او تصنيع في الديزاينز او المكان نفسه وكل الكلام ده كله.